مشاهدينا الكرام، وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معايا النهاردة الكاتب الصحفي الدكتور بشير عبد الفتاح. دكتور بشير، بتنورني دايما. ربنا يخليك يا رشا عالم، ده شرف لي. الله يخليك يا فندم. هنبتدي جولتنا الإخبارية اليوم بخبر نجاح الجهات المعنية المصرية من خلال توجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع أعيان وعواقل المنطقة الغربية الليبية في تحرير المصريين الستة المحتجزين في ليبيا، وأصبح المصريون الستة المحررون في ليبيا في مكان آمن، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم من ليبيا إلى أرض الوطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. وتوجه مصر الشكر لكل من أسهم في تحرير المصريين الستة وفي مقدمتهم الجيش الليبي وأعيان وعواقل مدينة الزاوية ورئيس لجنة مكافحة الهجرة في البرلمان الليبي. دكتور بشير، يعني دي مش أول حادثة لمصر إنها تنجح في تحرير أبنائها من الداخل الليبي، وده بيديني مدلول كده إنه إن رغم التصارع داخل ليبيا، رغم عدم وضوح الرؤية داخل ليبيا، إلا أن الحكومة المصرية والقيادة المصرية تستطيع بشكل أو بآخر حماية أبنائها وعودتهم مرة أخرى. شايف هذا المجهود اللي بتقوم به مصر خلال ما يحدث داخل ليبيا من ضبابية المشهد، خليني أقول يعني. خليني أقول لحضرتك في البداية أنه في مرات سابقة حينما أقدم إرهابيون على اختطاف مصريين وإعدامهم قبل كده في مرات ماضية، الدولة المصرية حينما لم تنجح في تحريرهم، الوقت كان ضيق، استطاعت أن تنتقم لهؤلاء. صحيح. يعني نتذكر جميعا نسور الجو المصريين حينما شنوا غارة على مناطق الإرهابيين في درنة، بل إنهم يعني قاموا بتوقيف والقبض على بعض الإرهابيين وأسرهم والمجيء بهم إلى مصر ردا على هذه العملية، أنه 20 من أبناء مصر الأوفياء يتم تصفيتهم في ليبيا. أولا، هناك اهتمام بالغ بالمصريين في الخارج. يعني زمان كنا نسمع أنه مصريين اختطفوا أو قتلوا في بلد من البلاد، سواء كانت عربي أو غير عربي، ولم يكن الاستجابة الحكومية بالقدر الذي يعني يثلج صدور المصريين. اليوم لو سمعنا ان مواطن مصري في ايطاليا تم اعتقاله بطريقة غير قانونية، تلاقي السلطات بتتحرك وعندنا وزارة معنية بشؤون المصريين في الخارج. رئيس الدولة مباشرة يهتم بالموضوع ويتابع الموضوع زي ما جرى بالنسبة لإخواننا المصريين في ليبيا. أولا، ده بيعكس مدى اهتمام الدولة بالمصريين بالخارج، بغض النظر دول عمال مصريين، مش سفير مصري ولا رجل أعمال مصري، وإنما عمال مصريين. معنى كده أن احنا وصلنا لمرحلة أن المواطن المصري في الخارج يشعر باهتمام الدولة به بغض النظر عن عمله أو وظيفته أو مؤهلاته أو أشياء من هذا القبيل. الأمر الثاني، حرص الدولة المصرية على تحرير أبنائها سواء كانوا مختطفين أو أشياء من هذا الأمر، واتخاذ كل ما يلزم، اتصالات مع المسؤولين أو حتى المؤثرين داخل هذه الدولة، وده اللي جرى في ليبيا، مش بس السلطات الرسمية المعنية وإنما عواقل ليبيا وشيوخ القبائل وأشياء من هذا القبيل. وهذا يعني أن الدولة المصرية لديها اتصالات متنوعة على كافة المستويات، رسمي وغير رسمي، ولديها إدراك بطبيعة الدولة الليبية. أنك بتتكلم عن دولة مترامية الأطراف، السلطة المركزية فيها ضعيفة، فأنت بيجب أن تتواصل مع كل الموجودين داخل هذه الدولة ولهم نفوذ وتأثير، وده بيعكس مدى إلمامك بالشأن الليبي وسيطرتك على الوضع داخل ليبيا. يعني رسائل إيجابية عديدة تبعث بها هذه الحادثة إلى كل متابع، وأبرزها في اعتقادي مدى اهتمام الدولة المصرية بأبنائها وعدم التفريط في حقوقهم بأي حال من الأحوال. صحيح. طيب، عندي خبر آخر. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على جهود إنتاج وتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، حيث وجه بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، موجها بسرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل، لا سيما التي تدخل في صناعة الأعلاف، بما يحد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم في ضبط الأسعار. الخبر ده في غاية الأهمية
لان لما بتكلم على تطوير منظومة الزراعات التعاقدية وان ازاي ان هذه المنظومة لو تم تطويرها بالشكل الامثل انه انا كده هأمن نفسي في ظل ازمة غذاء، في ظل ازمة عالمية موجودة، نحن على مشارف حرب عالمية ثالثة خليني اقول، والحرب ليها تداعياتها على كل الدول، فانا لما أمن نفسي من الداخل دي مهمة جدا. لكن عايز اسأل سؤال بقى في غاية الاهمية. تفضل. انا اتذكر في فترة من الفترات كان هناك ما يسمى بالسياسة الزراعية. نعم. هل يعني نحن نتبع والسياسة الزراعية يمكن المشاريع الجديدة اللي بتعملها الدولة ماشية بهذا المنهج، هنا قمح هنا ذرة هنا فول صويا، ماذا عن المزارعين العاديين؟ طبعا حضرتك سألت سؤال زي ما بيقولوا ذي شجون، يعني لأنه الالتزام بالدورات الزراعية اللي كانت مخصصة لزراعة القطن القمح الفول الصويا للأسف الشديد لم يعد هناك التزام من جانب الفلاح. نعم. كان زمان وإحنا أطفال كده نعرف أنه أنت ملتزم هذه الدورة بزراعة هذا المحصول وتوريد هذا المحصول إلى الدولة، بعد كده لاحظنا أنه من حقك أنك تخترق هذا الأمر وتدفع غرامة. ده أثر على محاصيلنا الغذائية اللي بنعتمد عليها في الغذاء، أن المزارع بيدور على المحصول اللي يجيب له عائد سريع وما يقعدش مدة طويلة في الأرض، فكانت النتيجة ان احنا بنفتقد محاصيل زراعية مهمة، بنفتقد محاصيل صناعية مهمة زي القطن مثلا، نجد انه الناس بدل ما تزرع قطن تحصل تزرع بعض المحاصيل الغذائية علشان يقدر يبيع بسرعة ويسوق بسرعة. الالتزام بالدورة الزراعية ده امر مهم جدا علشان الخطة اللي وضعها الدولة في المحاصيل الزراعية. الامر الثاني الامن الغذائي، لانه لما كنا بنتكلم عن التعدي على الاراضي الزراعيه كنا بنقول ده بيرفع تكلفه الغذاء، لانه المساحه المحصوليه بتقل والمساحه المنزرعه بتقل، فده بيرفع كلفه الخضار والفواكه والمحاصيل الزراعيه والمحاصيل اللي داخله في الصناعه. لما بتكلم على صناعه غزل ونسيج والقياده السياسيه عملت مشروع لاحياء وتنشيط صناعه الغزل والنسيج في مصر باعتبارها صناعه تاريخيه، لما بنتكلم عن القطن بنتكلم عن الصناعات المغذيه لهذه الصناعه. لما بيحصل تقاعس في الدوره الزراعيه في طريقه الزراعه تاكل في الاراضي الزراعيه الصالحه، كل ده بيؤثر سلبا على امنك الغذائي، بيؤثر على العمليه الصناعيه، بيؤثر على الصناعات الاستراتيجيه في وقت زي ما حضرتك قلتي كان عندنا جائحه كورونا ثم الحرب الروسيه الاوكرانيه وتعطل سلاسل الانتاج والتوريد مما ادى الى ارتفاع كلفه المحاصيل الزراعيه وخصوصا المحاصيل الغذائيه والزيوت والاسمده، كل ده بينعكس سلبا على المواطن وبنشوف ارتفاع الاسعار المروع اللي احنا بنعاني منه النهارده في مصر ودول عديده. وبالتالي اعاده هيكله السياسه الزراعيه بما يتواءم مع احتياجاتنا الغذائيه اولا وواجباتنا تجاه الصناعه المصريه ثانيا ده امر مهم للغايه، وانا اعتقد دي خطوه على الطريق الصحيح شريطه ان تفعل على مستوى الجمهوريه والا يكون هناك استثناءات او خروقات لا يتم التعامل معها بحسم. طيب أنا عشان أطمن المزارع وأطمن الفلاح، هل أنا بحاجة إلى أن تكون هناك بورصة للزراعات؟ يعني أنا أبقى عارفة أنه موجود المحصول ده بكام؟ المحصول ده بكام؟ زي ما بيحصل مع القمح. نعم. يعني دلوقتي لما القمح بقى يتقال لا ارتفع سعر إرداب القمح من كذا لكذا، دلوقتي الفلاح عارف أنه هو حينتج كذا هيجيله منه كذا تكلفته كذا، قادر يعرف، إنما مش متروك للسوق المفتوح، في بورصة موجودة بتسعيرة معينة. بشكر حضرتك أيضا على الملاحظة دي لأنها مهمة للغاية. لما بنتكلم عن منظومة زراعية معناها الفلاح أو المزارع، معناها الأرض الزراعية المتاحة، معناها الوسائل زي الأسمدة والبذور والرعاية والإرشاد الزراعي، هي منظومة متكاملة. عندنا خلل في حاجات زي الإرشاد الزراعي اللي المفروض أنه يفعل مرة أخرى، اللي هو بيوجه الفلاح كيف يتعامل مع عمليات الزراعة والتحديات اللي بتقابله والمبيدات وأشياء من هذا القبيل. بنتكلم عن الحفاظ على الرقعة الزراعية، بنتكلم عن تسعير المحاصيل الزراعية. صحيح. وده أمر مهم للغاية، لأن النهاردة الفلاح بيشكو أن العملية الزراعية أو النشاط الزراعي أصبح عبء على الفلاح، كلفة باهظة للغاية وعائد محدود لا يتناسب مع هذه الكلفة. تلاقي أن أسعار البذور مرتفعة، أسعار المبيدات مرتفعة، أسعار الأسمدة مرتفعة، والعمالة الزراعية مرتفعة، ثم العائد تجديه متواضع للغاية. عشان كده لما الدولة، وتناقشنا الموضوع ده مع حضرتك أكتر من مرة في البرنامج، أنه تسعير أسعار القمح قسم بأن الموردين والمزارعين بيقبلوا على توريده وبنقدر نقلل الاستيراد من الخارج. برضو باقي المحاصيل كلها محتاجة إعادة تسعير بما يتناسب مع كلفة الإنتاج واحتياجات الفلاح، لأنه في عزوف النهاردة عن زراعة محاصيل
بتمكث مده طويله في الارض زي القطن، انه بيشغل الارض فتره طويله بيعطلها لي، والعائد بيكون متواضع للغايه، والتكلفه والمبيدات وجني المحصول بتبقى مرتفعه والعائد محدود. علشان كده فكره اعاده التسعير ورفع سعر المحصول اللي الفلاح بذل فيه مجهود كبير ده امر مهم للغايه، علشان اخفف الاعباء على الفلاح واشجعه انه يلتزم بالدوره الزراعيه وما يحولش نشاط الارض الى انشطه اخرى غير مفيده بالمرض. صحيح، خاصه ان هم عباد الشمس مثلا يعني دلوقتي في توجه ان زياده انتاج الزيوت داخل مصر، والفول حتى السوق. نعم. والفول السوق حتى. نعم. نقلل من الاستيراد، من الاستيراد، لانك بتستورد بالعمله الصعبه، فده بيعمل نزيف للسيوله الدولاريه، ونرجع نقول ده في شح في الدولار، لانك بتستورد مش بس حاجات مهمة زي السلاح والصناعات الثقيلة والسيارات والأجهزة الكهربائية، ده أنت ممكن تستورد محاصيل ومنتجات سهل جدا إنتاجها وتسويقها داخل مصر. صحيح. طيب برضو عندي خبر مهم، وأعتقد أن تداعياته أرضه أيضا هتكون مهمة جدا. شارك سامح شكري وزير الخارجية نيابة عن رئيس الجمهورية أمس السبت في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ الكاهوسك المنعقد في إطار فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكري رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ألقى كلمة خلال الاجتماع أبرز فيها المشاركة الأفريقية رفيعة المستوى من جانب العديد من الرؤساء والقادة الأفارقة في مؤتمر المناخ الذي عقد في نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، مما عكس التزام دول القارة بعمل المناخ الدولي، وبرهن على الإرادة السياسية للدول الأفريقية للعمل من أجل مواجهة تغير المناخ على كافة الأصعدة. القارة الأفريقية ملتزم، خليني أقول، لكن بقية الدول غير ملتزم. يعني هي القارة الأفريقية هي المتضررة من تغير المناخ، وهي القارة الملتزمة، وقارة ليها دور كبير جدا في مكافحة تغير المناخ. يعني خلينا واضحين، يعني حضرتك أثرت قضية العدالة المناخية. بالظبط، العدالة المناخية معناها إنه المسؤول عن الانبعاثات الغازية الضارة زي أول وثاني أكسيد الكربون والميثان هي الدول الصناعية الكبرى، يعني الصين رقم واحد، الولايات المتحدة اثنين، الاتحاد الأوروبي ثلاثة، الهند أربعة. دي دول صناعية، دول غنية، اقتصادها قوي، وهي المسؤولة عن أكثر من يعني 70 أو 80% من الانبعاثات الغازية الضارة. هذه الدول لا تسهم في معالجة الأضرار الناجمة عن هذا التغير المناخي، بينما الدول الأقل إسهاما زي القارة الأفريقية تسهم 4% فقط من إجمالي الانبعاثات الغازية الضارة، ومع ذلك هذه الدول فقيرة لا تستطيع التعامل مع نتائج أو تداعيات التغير المناخي، لأن الدول دي عندها مشاكل فقر، عندها مشاكل ديون وأعباء ديون، عندها حروب أهلية وصراعات، عندها جفاف شديد جدا جدا لدرجة أنه في نزاعات على المياه والمراعي، وهي التي تتحمل أعباء التداعيات المناخية. عشان كده ما فيش عدالة مناخية، إن المتسبب هو المسؤول عن هذا الأمر، لكنه لا يسهم ولا يساعد الآخرين على التعامل مع تداعيات التغير المناخي. علشان كده بننادي بالعدالة المناخية، كل متسبب في الانبعاثات الضارة يساعد المتضررين من غير القادرين. والحقيقة أن كوب 27 في القاهرة، يعني لعب في شرم الشيخ، لعب دورا مهما في هذا الأمر، وسلط الضوء على هذه القضية، ومصر استطاعت حشد الدول الأفريقية للمطالبة بهذا الأمر، وفي توصية للإمارات في المؤتمر القادم بمواصلة هذا الأمر. الحقيقة إنه القمة الأفريقية الحالية، قمة الاتحاد الأفريقي، سيثار هذا الموضوع مجددا، لأنه الدول الأفريقية زي ما حضرتك تفضلتي أقل إسهاما لكنها أكثر تضررا، وهي غير قادرة. طبعا تم تخصيص أموال، في كلام عن 100 مليار دولار، لكن لم يدفع منها سوى 17 مليار دولار فقط. بمعنى لا بد من آلية تلزم الدول التي تتعهد بتقديم المساعدات للدول الأفريقية بتنفيذ هذه الالتزامات، إنه أقول إن أنا هدفع مبلغ للدول الفقيرة من أجل التكيف المناخي ثم لا ألتزم بدفع هذا المبلغ. دي مشكلة كبيرة جدا، إن الدول تعلن لكنها لا تقدم أو لا تلتزم بتنفيذ هذه. مع أنهم بيدفعوا كتير قوي في السلاح اللي رايح أوكرانيا. لا، وبشكل يعني غريبة، يعني يعني بيدفعوا بسهولة لحرب لكن ما يدفعوش بسهولة من أجل إنقاذ الكوكب. هنا ننتقل من العدالة المناخية للعدالة الدولية، سياسة الكيلي بمكيالين. نعم. أوكرانيا بيعتبروها امتداد للغرب ونقطة التقاء مع روسيا وجبهة أمامية في مواجهة روسيا، أما القارة الأفريقية فما فيش اهتمام كبير كما هو الحال بالنسبة لها. هذه القمة أيضا فيها
موضوع في غاية الأهمية، وأعتقد إن إحنا خلاص بنوصل لتوقيع البروتوكولات اللي هي السوق المشتركة الأفريقية، يعني نعم. أعتقد إن دي برضو منطقة التجارة الحرة هتبقى موضوع في غاية الأهمية. طبعا العائد منها، إحنا التجارة البينية بين الدول الأفريقية النهاردة 15% فقط، بينما مع الدول الغربية بتوصل 65%، والصين نعم. نحن بحاجة إلى زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، ده هيحصل مع منطقة التجارة الحرة، زيادة فرص العمل، تقليص الديون، فكرة إن أنت تساعد على مشاريع التنمية ودعم مشاريع التنمية في الدول الأفريقية ستشكل نقلة اقتصادية تنموية حقيقية بالنسبة للدول الأفريقية، شريطة أن تفعل نعم. وشريطة أن تتجاوز الدول الأفريقية خلافاتها، لأنه لحد النهاردة في خلافات أفريقية لم يتم تسويتها ستعرقل تنفيذ مشروع طيب. المنطقة التجارة الحرة الأفريقية. طيب أنتقل لنقرأ مقال لحظة الصدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد، والذي جاء تحت عنوان يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كل عام وأنتم بخير، نعيش هذه الأيام أجواء مباركة معطرة بنسائم ذكرى الإسراء والمعراج، وما أجمل الذكرى وما أروع المعجزة. يا رب أتوجه إليك بالدعاء أن تهبنا بالإرادة والعزيمة واليقين وحسن الخلق، يا رب أمددنا بالأمل والحب والسلام. اللهم إني ألجأ إليك فأنت الملجأ وأنت الملاذ. اللهم اجعل أهل بلدي آمنين متمتعين برحمتك وفضلك. يا رب في ذكرى أعظم يوم هونت فيه على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أحزانه في أصعب عام مر به، عام الأحزان، احفظ بلدي واحفظ أهلها الطيبين. اللهم اجعلهم آمنين سالمين وارزقهم من حيث لا يحتسبوا. يا رب وفق رئيسنا المحبوب المخلص في كل ما يقوم به من أعمال صالحات لخير مصر، وارزقه البطانة التي تعينه على الخير، وحقق أحلامه في الحياة الكريمة لأهالينا الطيبين. يا رب لا تدع للهم والحزن مكانا في بلادنا، وإن ضاقت بنا الأحوال فوسعها برحمتك وطاعتك. يا رب اجعل هذه المناسبة تتويجا لصبر المؤمنين الواثقين من عونك ورعايتك. يا رب اجمع قلوبنا على طاعتك، واجمع نفوسنا على خشيتك، واجمع أرواحنا في جنتك. يا رب اجعل هذه المناسبة فرصة للتقرب إليك بالبر والأعمال الصالحة والثبات على المبدأ. يا رب اجعلها فرصة نعرج بأعمالنا الطيبة إليك بالصوم وقراءة القرآن وإخراج الصدقات. يا رب وفق كل شخص لاغتنام الفرصة والقيام بالأعمال والتي تكثر فيها الحسنات والصدقات وعدم استصغار أي عمل خيري أو إنساني. يا رب أعنا لتقديم ما ينفعنا بتفريج الكروب والمشاركة في إزالة الهم عن المهمومين. يا رب ارزق كل مهموم في بلادي بالفرج وكل معسر باليسر. يا رب ارزق كل محروم بالذرية الصالحة. يا رب ارزق كل مريض بالشفاء وكل ميت بالرحمة وكل مسيء بالتوبة والمغفرة، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة ورحمتك وسعت كل شيء. ما أحوجنا للدعاء هذه الأيام مع ما يحدث حولنا؟ يمكن الدعاء اللي قالته أستاذة إلهام مع الكارثة الإنسانية الزلزال وما نشاهده لإخواتنا في تركيا وفي سوريا يجعلنا بهذا الدعاء، يعني هي يمكن ذكرت إن احنا نبقى إيد واحدة، نرجع إيد واحدة. هناك كوارث طبيعية بتحدث، الإنسان بيفيق عندما يحدث هذه الكارثة، فما أحوجنا هذه الأيام لنكون يدا واحدة مرة أخرى. يعني خلينا نضم صوتنا لصوت الأستاذة إلهام في كل ما أوردته في هذا المقال من الدعاء لمصر وللمصريين وللمسلمين جميعا. ويمكن حادثة الإسراء والمعراج العبقرية في هذا الحادث فكرة الصبر على البلاء. كلما صبر الإنسان على، لأن الصبر نصف الإيمان، نعم. كلما صبر الإنسان على البلاء كلما كان الفرج قريبا، إن مع العسر يسرا.
فاحنا في محنة في مصر، تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأعباء سلاسل الإنتاج والتوريد زي ما قلنا، ارتفاع الأسعار، الضغوط الاقتصادية اللي بيعاني منها المواطن، إخواننا في سوريا وفي تركيا، الزلزال وتداعيات الزلزال، كل هذه ابتلاءات واختبارات تتطلب الصبر أولا على الشدائد. يعني مع الصبر على الشدائد والتماسك والتقارب والتراحم ما بين الناس، ده ممكن يستمطر العفو والرحمة من عند ربنا والصفح. إن الإنسان لما بيصبر دائما جزاء الصبر بتبقى خير في نهاية المطاف. طبعا الالتفاف حول القيادة، يعني الأزمات دي بتستوجب إن احنا نكون يدا واحدة، خاصة لما تكون قيادة وطنية مخلصة لا تشكيك على الإطلاق في إنها مهمومة بآلام المواطن المصري. صحيح. دائما في مثل هذه الشدائد نتوحد، نتقارب، نتلاقى، نتراحم. يعني حتى كل واحد عنده مبادرة وعنده قدرة على المساعدة والدعم أيا كان شكل هذا الدعم، ده أمر مطلوب للغاية. بث الروح الإيجابية والتفاؤل والطاقة الإيجابية ده أمر مهم جدا، وتحديدا من وسائل الإعلام المختلفة ده أمر مهم. طبعا احنا مش بنتسامى فوق الأزمة ونقول الدنيا جميلة والحياة وردية، في أزمات في مشاكل، وليست حكرا على الدولة المصرية، العالم كله بيعاني، عندنا ممكن تكون المعاناة زيادة لأن احنا كنا خارجين من 2011 وتداعيات 2013 وجات كورونا وجات هذه الأزمات فاقمت الأعباء على المواطن المصري، مش هنقول محدود الدخل أو معدوم الدخل، حتى الطبقة الوسطى النهاردة الطبقة الوسطى بتتآكل، شريحة كبيرة منها بتنزل للطبقة الدنيا بسبب ما يدور. صحيح. فكل دي بتبقى في تاريخ الأمم لحظات عابرة، إن مع العسر يسرى، ما فيش شك إنه إن شاء الله في انفتاحة، إن شاء الله في تقدم إلى الأمام مع الصبر والتماسك، وكل واحد يعمل اللي عليه أيا كانت مسؤوليته. صحيح. الكاتب الصحفي دكتور بشير عبد الفتاح، أنا بشكرك شكرا جزيلا. ونورتنا النهاردة. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، بكده انتهت جولتنا في صحافة النهاردة، هنطلع لفاصل وألقاكم على رأس الساعة مع موجز الأخبار.